اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير التبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تهجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهادي أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليان والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسبي في ذروة الكاهن الأعمال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأوان وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فوانا لغى لما سولت لغى ظلالها
على سيدها ومولاها إلهي. قرأت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والهبول، وأنت غاية السؤل ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخ عذبا وأجاب
واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين ثم اسجد وقل إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.